ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن القداس الاحتفالية بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس أخوية سيدة المعونة الدائمة في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس، ولفيفاً من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والراهبات وأعضاء الأخوية وجمع من المدعوين. وأشار المطران جبارة في عظة القداس إلى أن هذه المناسبة هي دعوة لمراجعة ذواتنا كأخوية بعد سنوات من العمل والجهد والبذل والعطاء. أمنيتي إنه الأخوية كانت مدة 15 سنة هذه الأرض الطيبة، وبعرف سيدات كتار بيناتهم هالكلمة كانت عم تنمى بحياتهم، هالكلمة عم تنغرس أكثر فأكثر، وثمر هالكلمة 30 و60 و100 كان مبين حول منهم، كانوا عم بيشعوا بالعطاء، بالخدمة، بالتضحية، بخدمة الكنيسة، من خلال المحاضرات اللي عملوها على مدة 15 سنة، كانوا عم بيشعوا بالمجتمع، كانوا عم بيشعوا تجاه الآخرين في بيوتهم، في عائلاتهم. الليلة بحب أقول للجميع شكراً على تقبلهم هذه الكلمة، على تحولهم لأرض معطاءة، على السماح لكلمة يسوع تنمى أكثر فأكثر بحياتهم. أمين. وبعد ختام الصلاة التأم الجميع في قاعة المطرانية، حيث ألقى الإرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي للمطرانية كلمة رحب فيها باسم الأخوية بجميع الأساقفة والأباء الكهنة، شاكراً الجميع لحضورهم ومشاركتهم سيدات الأخوية هذه المناسبة الخاصة المكللة بالمحبة والعطاء. وتم أيضاً عرض فيلم وثائقي عن تاريخ تأسيس الأخوية تضمن أبرز نشاطاتها وفعالياتها خلال الأعوام الماضية، مستذكرين فيها مؤسسي الأخوية الذين خدموا فيها. وفي الختام قدمت دروع شكر باسم الأخوية لأصحاب السيادة والأباء الكهنة ولعدد من المحاضرين وسيدات الأخوية القدامى والجدد وكشافة المطرانية الذين قدموا بدورهم هدية تذكارية باسم الكشافة للأخوية، كعربوني محبة وتقدير لخدمتهن الطويلة المعطاءة. قمنا بقداس احتفالي بهالمناسبة بقيادة سيادة المطران جوزيف جبارة، وبعد الاحتفال قمنا بتكريم مجموعة من المحاضرين خلال فترة 15 سنة مع مجموعة من الأخوية، من ستات الأخوية القدامى والجدد. اسم أخويتنا أخوية سيدة المعونة الدائمة. نشكر كل اللي حاضرين والمحاضرين اللي كانوا موجودين معنا، وقمنا بعملية الضيافة، ونشكر نورسات على تعاونها.